السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. الزمالك يحيي آمال التأهل لربع نهائي أفريقيا بثنائية في المولودية. متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، ولا تنسونا بلايك لننقل لكم المزيد. حقق فريق الزمالك فوزا مهما على مريد الجزائر بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. أحرز هدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا ليحيي الفارس الأبيض آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. بتلك النتيجة أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي: الترجي التونسي في المقدمة برصيد 10 نقاط، ومواليد الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتنجست السنغالي في آخر المجموعة برصيد 4 نقاط. ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام تنجست في القاهرة، وينتظر تعثر مواليد الجزائر وخسارته من الترجي. تشكيل الفريقين: ضم تشكيل الزمالك كل من حراسة المرمى محمود جنش، خط الدفاع حازم إمام، محمود علاء الونش، أحمد فتوح، خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، خط الهجوم يوسف أوباما وأشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق، شيكابالا، مروان حمدي. فيما يضم تشكيل مواليد الجزائر كل من حراس المرمى فريد شعال، خط الدفاع عبد الرحمن حشود، محمد مرواني، معاذ حداد، بالقاسم إبراهيمي، خط الوسط ميلود ربيعي، توفيق عدادي، شمس الدين حراق، خط الهجوم عبد الحفيظ عبد الحق، بلال بن ساحة، عبد النور بالخير. أحداث الشوط الأول: مع بداية الشوط ضغط الزمالك وارتكب طارق حامد خطأ أمام منطقة جزاء فريقه في الدقيقة الرابعة، سددها شمس الدين حراق لاعب الفريق الجزائري، إلا أن محمود جنش نجح في التصدي لها. وفي الدقيقة السادسة نجح يوسف أوباما في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعد تمريرة من أشرف بن شرقي. بعدها ضغط الفريق الجزائري في محاولة لإدراك هدف التعادل. في الدقيقة 13 كاد مواليد الجزائر أن يحرز هدف التعادل من ضربة ركنية لولا تدخل جنش. في الدقيقة 18 أهدر الزمالك فرصة محققة للهدف الثاني بعد تمريرة عرضية سحرية من بن شرقي مرت أمام روان حمدي. وفي الدقيقة 19 اضطر الجهاز الفني لمواليد الجزائر أن يجري تبديل بخروج عبد الحفيظ عبد الحق بسبب تعرضه لإصابة عضلية ونزول اللاعب أيمن رحماني. استحوذ مواليد الجزائر على وسط الملعب في محاولات لتنظيم هجمة على مرمى جنش. وفي الدقيقة 30 انتفض الزمالك وكاد أن يسجل الهدف الثاني. وفي الدقيقة 33 نجح شيكابالا في تسجيل هدف الزمالك الثاني. وفي الدقيقة 38 أهدر يوسف أوباما فرصة تسجيل الهدف الثالث. وظلت محاولات فريق مواليد الجزائر لمحاولة تسجيل الهدف الأول. وفي الدقيقة 45 كاد شمس الدين حراق أن يسجل لولا تصدي جنس. أحداث الشوط الثاني: دخل فريق مواليد الجزائر الشوط الثاني بضغط مكثف على مرمى الزمالك. وفي الدقيقة 51 سدد بلال بن ساحة كرة صاروخية مرت أعلى مرمى جنش. في الدقيقة 54 حصل عبد النور بالخير على خطأ من على حدود منطقة جزاء الزمالك، سددها حشود ارتطمت في الحائط وتحولت لضربة ركنية. وفي الدقيقة 60 اقتنص بالخير لاعب المولودية كرة ومر من دفاع الزمالك في أخطر هجمة وانفرد محمود جنش، إلا أنه سدد الكرة بجوار القائم. بعدها أجرى كارتيون أول تبديل بخروج محمود شيكابالا ونزول عبد الله جمعة. بعدها تراجع مستوى الفريقين وظل المولودية يحاول على استحياء. في الدقيقة 75 كاد المدافع بن قاسم إبراهيم أن يسجل هدف عالمي بضربة مقصية لأنها مرت على العارضة. في الدقيقة 87 أهدر يوسف أوباما فرصة لتسجيل الهدف الثالث للزمالك. في الوقت بدل الضائع انفرد عبد الله جمعة بحارس المولودية، إلا أن الحكم أطلق صافرته بداعي الوقوع في مصيدة التسلل. وفي النهاية نبارك لنادي الزمالك الفوز.